طيب نروح مع حضراتكم الخبر تاني. معرض بكين الدولي 21 للتكنولوجيات المتقدمة بيقدم مجموعة من التصميمات للروبوتات المنزلية المبتكرة اللي ممكن تستطيع انها تساعد في مختلف المهام، زي مثلا تدريب الاطفال، زي مجالسة كبار السن. تعالوا نعرف تفاصيل اكتر عن الروبوت المنزلي. فيما يمثل نقلة مهمة في صناعة الروبوت، يشهد معرض بكين الدولي 21 للتكنولوجيات المتقدمة كمن هائلا من أجهزة الروبوت المنزلية، والتي من المتوقع أن تكون يوما ما جزءا أصيلا من الأجهزة المنزلية. فلقد ساهمت برامج الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الروبوت للقيام بمهام عديدة، كأن تكون جليسة لكبار السن أو مدربة للأطفال. ويمكن توصيل الروبوت بالإنترنت للتحاور مع الأشخاص المحيطين بها ومتابعة الحالة الصحية لكبار السن عن بعد، أو رصد المشتبه فيهم باستخدام تقنية التعرف على الوجه. وبالنسبة لمتحدي الإعاقة، تم تصنيع روبوت عبارة عن هيكل خارجي ملاصق لجسم الإنسان لمساعدته على الوقوف والحركة. ووفقا لأحد الخبراء، فإن التطور المتلاحق بأجهزة الروبوت يرجع لسياسات الحكومة الصينية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى توفر المنصة التكنولوجية لنمو هذه الصناعة الواعدة. فهناك حاليا أكثر من 30,000 شركة تكنولوجية في كافة القطاعات الداعمة لصناعة الروبوتات، جميعهم يتلقون خدمات ودعما من الحكومة الصينية، كما يصل التمويل الكلي لهذه الشركات لأكثر من 15 مليار دولار أمريكي. هيكون مسلي جدا للاطفال، وكمان هيبقى للكبار كمان، هيساعدهم في البيت عندنا. انا عايزه ثلاثه بصراحه. حد يساعد انا عايزه ثلاثه في البيت، مش عارف في ايه يعني. لطيفه لا جدا، افكار حلوه يعني. لو تفتكر فكره التقرير عن البنك لما قالوا ان هم هيبدلوا العنصر البشري بالريبوتس ان هم يتعاملوا معانا، لا انا موافقه في الفتره دي حقيقه. في المطار كمان، انت اول ما تنزلي المطار كان في كوريا اظن الشماليه، هيبقى اللي هيخلص الاجراءات بتاعتك بتاعت السفر، ياخد منك الباسبور، كل حاجه هم الروبوتس. مفيش صحيح، لا وخصوصا زي ما بقولك في رمضان الفتره اللي احنا صعبه قوي جدا دي، احنا عايزين محتاجين روبوتس في حياتنا.